للحديث عن الموضوع معنا عبر سكايب من باريس سفيرة النوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة الدكتورة جيهان جادو. دكتورة مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ما أهمية تفاعل النساء في وطننا العربي مثل هذه الحملة التي تدعو إلى فضح المتحرشين؟ اهلا بحضرتك يا فندم وبالساده المشاهدين. الحقيقه هذه الحمله هي تعد الحمله الكبرى من نوعها، خاصه بعد الصمت يعني استمر عده سنوات على تلك الظاهره التي زادت مؤخرا والتي باتت في الظهور مره اخرى بعدما يعني كنا نامل انها قد تكون انتهت بعد الشيء. لكن في الحقيقه دعيني اوضح شيء هام جدا، ان هذه الحمله جاءت نتيجه عوامل كثيره جدا، لدرجه ان المرأة أصبحت أنها تستشعر أنها بكل أسف يعني مضطهدة، أو أنها يعني هناك مناهضة كبيرة لها وعدم احترام من المجتمع نفسه، خاصة إذا كانت في العمل أو في الشارع أو في أي مكان أيا كانت. فكان هذا تعبيرا منها عن رفضها لسلوك معين قد يعني للأسف شديد البعض اتخذه كأنه على سبيل الدعابة في بعض الشوارع أو الأروقة، لكن بكل أسف هذه الجريمة، وأنا أقول أنها جريمة وليست ظاهرة، امتدت إلى أيضا أنه يعني وصل حال إلى أنها تكون أحيانا رشوة جنسية، وأن تهدد المرأة في عملها سواء أن تقبل بهذه الأفعال أم أن تفقد وظيفتها. فبالحقيقة هذه الظاهرة أو الجريمة البشعة والحملة أيضا هي نتيجة سكوت دام سنوات عديدة منذ أن ظهرت هذه الظاهرة. نعم. وبالأسف الشديد لم يكن هناك أي قانون رادع. نعم. أو أي إجراء من الدول أو أي إجراء من المجتمع عن هذا الموضوع بالتحديد القانوني. دكتورة، بالإضافة إلى مثل هذه الحملات، إلى أي حد الدول العربية في مجملها وفي أغلبها بحاجة إلى تفعيل القوانين التشريعية أو زيادتها للحد من عمليات التحرش الجنسي للنساء؟ نعم، دعيني أقول لحضرتك أن يعني المرأة العربية تخجل كثيرا، وأنها محكومة أيضا ببعض العادات والتقاليد التي يعني تجعلها أنها تتكتم على هذه الظاهرة، لكن معظم مجتمعنا العربي للأسف شديد لا يخلو من تلك الظاهرة. فباتت الحاجة ملحة وضرورة فعلا قوية لإصدار تشريع خاص بهذه الظاهرة، يعني أن تنفي كلمة ظاهرة وتجعلها جريمة يعاقب عليها القانون، وأن يكون لها إجراءات مشددة بكل تأكيد حتى تستشعر المرأة أو تعيد الثقة في الدولة، تعيد الثقة في المجتمع التي تخرج له يعني الحقيقة. بالإضافة لأن لابد وأن المجتمع المدني أيضا يتحرك، يعني أتمنى أن يكون فيه فعلا مساندة حقيقية لدعم المرأة في هذه الجريمة، لأن الحقيقة أصبحت السلوكيات والأخلاقيات معدومة إلى حد ما. نريد يعني ثورة أخلاقية في الأول وفي الآخر، لأن هذه الظاهرة تعد فعلا من الجرائم الأخلاقية بشكل واضح. دكتورة، بالإضافة إلى القوانين ومثل هذه الحملات، ما الذي يمكن أن يكون رادع للمتحرش الجنسي بالنساء لكف تحرشة طبعا؟ مثلا هل زيادة الوازع الديني أم الوعي المجتمعي والتعليمي مثلا، أم ماذا برأيكم؟ طبعا كل هذه عوامل قد تساعد في الحد من هذه الظاهرة. الحقيقة أنه لابد على المجتمع أن يعي ما هي المرأة، ما قيمة المرأة، لابد وأن يكون المجتمع نفسه هو الذي يدافع عن هذه المرأة، وأن يكون هناك يعني أن تستشعر المرأة نفسها بأن الجميع يساندها، أن المرأة هي الأم والأخت والابنة وكل شيء في المجتمع. فأنا أعتقد أن هناك عوامل كثيرة جدا، سواء نبدأ من المدرسة، نبدأ من البيت أيضا بتوعية الأطفال، نبدأ أيضا بالوازع الديني. نعم. الذي الحقيقة بعدنا كثيرا عنه، يعني هناك أشياء كثيرة المجتمع المدني لابد أن يكون له دور، يعني حتى تستشعر المرأة أو إعادة بناء الثقة بنفسها. شكرا جزيلا لك الدكتورة جيهان جادو، حدثتنا من باريس سفيرة النوايا الحسنة للدفاع عن حقوق المرأة.